بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مين عمال مين؟ مش هيك حاجة كده. طب انت رحتونه؟ دول جميل. خلاص انا هصل اغير هدومي واروح اخد عليها انسان عليها. يلا سنة. سيب الدراسة ازاي؟ ازاي دي مين الشاب المتميز وعنده طموح؟ ازاي تفكر حاجة زي كده؟ ان لازم دلوقتي اروح اغير هدومي واروح للنهاية ده ضروري. اشوف ايه الحكاية؟ لازم نهرب. مينا شاب كويس ومتميز ومجتهد جدا في ثانوية عامة، بيذاكر بجدية، وبسبب ظروف حصلت له من المفروض عليه انه يضحي ويترك دراسته، وحدث الآتي. ما هو خلاص مفيش فايدة، لازم اضحي بالدراسة، لازم. ما هو مين هيصرف على اخواتي غيري؟ خلاص مفيش فايدة. بناوي لسه بناوي. ده خير يا مينا. عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله اتفضل. مالك يا مينا؟ ايه الجايبه؟ متضايق يا بناوي، في ظروف حصلت. طب ايه رايك تيجي نتمشى شويه في المكان اللي احنا بنحبه، وبالمره نروح نسال على يوسف لان سمعت ان هو رجله اتكسرت النهارده ومن المفروض ان احنا نسال عليه. لا مش هقدر يا بناوي، روح انت، انا مخنوق مش هقدر. لا لازم تيجي معايا يا مينا. لا مش هقدر. لا يا مينا لازم تكون معايا دلوقتي. لا مش هقدر يا بناوي، انا متضايق شويه مش هقدر، روح انت وقتك. لا هتيجي معايا دلوقتي، نتمشى شويه يا مينا، ما تحسش نمشي مع بعض. طب لا قوم يلا مفيش حاجة. يلا يا مينا. ايه مضايقة؟ شايفك مهموم ومتضايق وتعبان. في ظروف شكلها يا بنو. ظروف ايه؟ هو هيكون الكلام اللي تمشي بدري صح؟ صح صح يا بنو. لا يا مينا مفيش حد يفكر بالطريقة دي. ازاي رغم الطموح والاحلام اللي انت فيها تفكر انك انت في الدراسه؟ فين طموحك وفين احلامك؟ طموح ايه واحلام ايه؟ ما خلاص ده كله اتدفع، مفيش فايده. ما تقولش كده يا مينا، ربنا بيدينا كل واحد بيديله على حسب الصليب اللي يقدر يشيله. ربنا عمره ما ينسى انسان، ازاي تقول كده يا مينا؟ ربنا ايه؟ ربنا ما بيجيش نسيني، ربنا ما بيجيش فاكرني، ربنا خايفني عشان يعذبني. لا يا مينا، ربنا ما خلقناش عشان يعذبنا. ربنا واقف معانا في كل لحظة، ما كانش فدانا على الصليب بدمه. انت نسيت كلام ابونا ارميا لما قال ربنا ما خلقناش للارض لكن خلقنا للسماء، فما نسيبش نفوسنا للعالم. ابونا ارميا فين؟ من يوم ما صدق وانا حيران. لا يا مينا ما تقولش كده، ابونا ارميا معانا في كل لحظة، معانا بروحه. ابونا ارميا ترجى من الارض لرتبة اعلى منها للسماء. ما تقولش كده، ده رأيك؟ هقول لك تيجي نسأل على يوسف النهارده، انا سمعت ان رجله اتكسرت، من الغايب علينا ان احنا نروح نسأل عليه. تعالى بقى نتمشى شويه ونروح نسأل عليه.
والله ما ادري كان برضه متمسك بالمذاكره متمسك بربنا اكتر من اي حاجه ما فكرش اي فكره من انت بتفكر ده بس انا محمود يا برام عايز احترف ان شاء الله بص بكره هفوت عليك ونروح نحترف انا وانت عند منى دومينيك خلاص عايز حاجه شكرا يا مستر سلام Come on, 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 come on